السلام عليكم. غادي نقدم لكم احسن وصفه يمكن لكم تعتمدوها طيله فصل الشتاء بالنسبه للزكام اللي عند الاطفال او حتى الكبار. غادي تاخذوا ثومه مع شريحه وزيت الزيتون. هنايا الشريحه كنغسلوها وكنقطعوها باش نشوف واش فيها شي اوساخ او شي حشرات هكا. الثومه حتى هي كتنقى، عاد كنحاولوا نطحنوهم هكذا بالهشوار او الميكسور او غنقطعوهم قطع صغيره مزيان وكنخلطوها مع زيت الزيتون وكنبقاو ناخذوا زيت الزيتون هكذا. كناخذوا معلقه كل صباح كنشربوها اولا في الليل فاش نبغيو نعسو، وهكذا طريفات ديال الشريحه كنتناولهم هكذا وكنحاولوا ما نشربوش عليهم شي حاجه بارده. وكنتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.